الرجا والمطلب أحب ربي طاعة الشبان يا فوزهم بجنة الرضوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الخلائق تصمد لك الحمد كل الحمد لا مبدأ ولا منتهى والله بالحمد أجدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي من علينا بمواسم الخيرات وأفاض علينا من النفحات والبركة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. ضبعا تحية جميلة وسلاما عاطرا أقدم إلى حضراتكم يا مجلس التحكيم أيها الخطباء الكرام ويا جميع الحاضرين السعداء. اسمحوا لي أن أقدم أمامكم لألقي خطبة تحت الموضوع الأمير القوي والأمين. نعم أحبائي الكرام، اعلموا أن الخطاب القيادي هو خطاب شائع في وسط المجتمع. القيادة أمر ضروري لأنه وفقا للواقع الذي يحدث والأشخاص الذين هم أعضاء في مجتمع إما على نطاق صغير أو كبير كلهم يحتاجون إلى شخصية القائد أو الأمين. إن أهمية القادة وجميع جوانبها تجعل هذه القضية مسألة مهمة، لذلك تصبح واحدة من النقاشات الرئيسية في تعاليم الإسلام كدين رحمة للعالمين. فينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان القوة والأمانة. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم العزيز: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أحبائي الكرام، والقوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة في أنواع القتال. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة، والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من حكم على الناس. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم العزيز: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أحبائي الكرام، اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزي مع القوي الفاجر. لذلك
على الأمير أربع خصال هي الاجتهاد في التخيل والمبالغة في التقدم والتعهد الشديد والجزاء العديد. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبائي الكرام، كفيت بهذا، وإن وجدتم مني الأخطاء قولا وفعلا مدة إجراء هذه الخطابة أطلب العفو والسماحة، وأشكر لكم شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم. هداني الله إياكم إلى صراط المستقيم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يجد هلاوته إلا الأجيال، الأجيال الباقون على الصراط المرضي جميع الأهوال، وانجلوا أبدا بنور الإيمان والإسلام توالي. أما بعد، فيا أخ الإسلام، إن المعاهد الإسلامية تعتبر الثروة الوحيدة تبقى للمسلمين في رعاية دينهم، يتوقف عليها الآباء والأمهات لتربية أبنائهم، وتساعد كثيرا في الحفاظ على حسن عقائدهم، ويثق بها الواعون في تهذيب أخلاقهم. إنها رجاء الأمة، مصدر الخير والمصلحة، منبع العلم والمعرفة، تعمل دورها الجليل في تجهيز أجيالنا، تجعلهم صالحين مصلحين في دنيانا وأخرانا. إنها جنة فيها المنابت والأزهار، تلألأ فيها ضياء الشمس من بين الأشجار، تجري من تحتها المنابت والأنهار. يا لها من هيئة جميلة تدوم جميع الليل والنهار. لكن للأسف يا أخي هذه الجنة الجميلة الآن يدمرها تطور الزمان، ويفسدها ما فيه من الثقافات الجديدة المفسدة. جاءت التكنولوجيا المتجددة تتطلب من الناس الاهتمام والمتابعة، كل ما لدينا من الوقت لم يخل من مساهمة هذه الأجهزة، نصرفها لتسلية المحرمة من النظر إلى صار الخليعة والمكالمة بالنساء الأجنبية. هذا الجوال يعيدنا التصاول في اتصالات، وهذا الحاسوب يندفنا بكل أشياء، فجاء الإنترنت يساجمهما بهجنا إلى متاع الدنيا وزخرفها. لا فرق في ذلك بين الطالب والأستاذ، يرغبون فيما خيلتهم التكنولوجيا من السعادة. يهاجم هذه التكنولوجيا كل نواجذ الحياة، حتى بوادي حياة الطلاب والطالبات في المعاهد الإسلامية، بل أوصلتهم إلى المستوى الإدمان والتعلم عليها. تفسد ما لديهم من تقاليد السلف، وتقدم بديل ذلك ثقافات جديدة مجهولة الأصل والقيام، فتقوم الحرية مقام الأخلاق، والثرثرة مقام العفة، والطمع مقام القناعة، والكسل مقام الدؤوبة، والتسلية مقام الديانة. سبحان الله. أيها الناس، لو عرفتم ماذا وقع لإمامنا اليوم لفرقتم صدوركم من الخيبة. أجيالنا اليوم ليسوا كالقدماء الذين يفترقون كثيرا من العلماء، ويطلبون العلم والبركة من الحكماء، لكنهم أجيالنا اليوم يفضلون اللعب من التعلم، لا يبالون بما قاله مشايخهم، ويصرفون أوقاتهم في اللهو واللهو، ويتركون ما عليهم من إقامة دينهم، وينسون ما لزمهم من دعوة أمتهم. ينسون أن شبان اليوم رجال المستقبل، ينسون أنهم ورثة العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، بل يردون بالتكنولوجيا ونعيمها، ويدعونها أنفسهم لها تسيطرها، فأصبحوا لا يعرفون شيئا، وإذا سئلوا عن الحكم أبوا، وإذا لقوا المرائين رأوا. هذه المأساة يا إخوان الذي كان مبدأها تقدم التكنولوجيا وانتصارها إلى كل أطراف الأمصار، ليست تصيب فقط
التلاميذ المتعلمين، بل تتعدى إلى أساتذة المعلمين. اشتدت المشكلة عندما يكون ذلك، ولا نعرف نحن ماذا سيحدث لهذه الأمة إذا كانت المعاهد التي نعتبرها بيوت العلم والأدب أصبح أربابها يفسدون فيها بلا سبب، يتبعون هواهم ويأسون سهواتهم، يتمتعون بالتكنولوجيا مع أنها مجرد آلة، ويصرفون إلى ما لا منفعة فيها، فأصبح أجيال المستقبل لهاياها. والعياذ بالله، فالعياذ بالله. أذكروا أيها الإخوان أن التكنولوجيا آلة، فاستعملوها بحكمة بحيث لا تستعينون بها لإقامة الدعوة الإسلامية، ولا تدعوها تسلط عليكم فتفسدوا أنفسكم بغير عناية. جعلنا الله وإياكم ممن يتمسك بدينه دوما على الآوان، ونعوذ به من شرطرة المعاصي التي جاء بها الشيطان، ونسأل الله أن يجمعنا ورسوله المجتبى في أعلى الجنان، ونرتضي من الله ورحمة ورضوان، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين خير الأنام. أخيرا مني ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بتحية الإسلامية، تحية مباركة، تحية من أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيادة الحكماء المحترمين، ويا أيها الإخوة الأحبة، في بداية أمرنا هذا جدير بنا أن نحمد الله جل شأنه ونشكره على جميع نعمه الوفيرة حتى نقدر على الاجتماع في هذا المكان المبارك بمناسبة الخطابة المنبرية. وسنتكلم في هذه الفرصة السعيدة عن الذي يتعلق بالموضوع تشكيل التربية الحسنة بذكية أجيال البلدة. يعلموا أيها الإخوة إن من أثر الأشياء لتقدم هذه البلدة ذكية الرئيس الجمهورية ونباهته وأبقريته لتكون أجيال البلدة ماهرة وممتازة. ويؤيد ما كان من العوامل التي تجعلها ناجحة في المستقبل مثل مناهج التربية الحسنة وتقصير الاهتمام بالتعليم والتعلم. ومن مواصفة الرئيس الجيد أن يكون مؤمنا وتقيا ويتخلق بأخلاق الكريمة إلى أن يكون أسوة حسنة للمجتمع، ويؤدي على إقامة العدل بين الناس ويدي على الرشوة. أيها الإخوة، الزعماء الأمين يتشكل من أجيال البلدة الممتازة، لذا ينبغي للحكومة أن تدرب شبان البلدة وتزودهم بتدريس الصديق والأمانة والتبليغ والفطانة. ما أكبر دور شبان للأمة حتى علينا أن نعلمهم تربية حسنة، كما قال علي بن أبي طالب: علموا أولادكم
فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. بناء على ما قدمت لكم حديثا، نستطيع أن نستنتج أن الشبان يعجلون مستقبل البلدة. إذا صلح الشبان فتقدمت البلدة، وإذا فسادوا فتأخرت البلدة. أيها الإخوة، هذا ما يمكنني أن أقدمه لكم. بارك الله لنا ولكم والحاضرين والحاضرات أينما كانوا. جعل الله لنا من زمرة المتقين المتمسكين بالقرآن والأحاديث النبوية. أقول قولي هذا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيء الذي لا ننسيه، هيا بنا نبر والدينا ونحترم أساتذتنا، لأن ذلك لأن كلها سبب النجاح في الدنيا والآخرة. أيها الجمهور الكرام، إذا وجدتم خطأ في كلامي كل ذلك مني، وإذا وجدتم صوابا فمن الله تعالى. وأخيرا هيا بنا نختتم هذا الكلام بدعاء: اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيها شيئا. آمين يا رب العالمين. هدانا الله وإياكم، والله الموفق إلى باب الطريق. العفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الحنان المنان، والصلاة والسلام على سيدي ولدي عدنان، وعلى آله الأطهر وأصحاب الأخيار والتابعين له بإحسان ما تعاتب الليل والنهار. أولا هيا بنا نشكر الله العظيم الذي أعطانا بنعم كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور. فضيلة حضرة التحكيم وأيتها الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أخطب أمامكم جميعا تحت موضوع أهمية العلم في الإسلام. أيها الحضور الكرام، اهتم ديننا الإسلام الحنيف، اهتم ديننا الحنيف بالعلم اهتماما عظيما. يقول الله عز وجل في أول ما نزل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي الآية المحكمات أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وكل فرد من أمته أن يقرأ ويتعلم أي علم يكون له ولغيره نفع في دينه ودنياه. وقد رافق هذا الأمر بيان سماوي آخر لمكانة العلماء ومآثرهم عن مواضيع عديدة من القرآن الكريم، كما قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففي هذه الآيات إشارة واضحة بأن العلماء يتميزون بعلومهم ومعارفهم وبإدراكهم عن الذين لا يعلمون. وقد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويقول الرسول أيضا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الفضيلة لا تختص بطلب العلم الشرعي لمكانة هذا العلم وكونه أول العلم التي يجب أن يعرف المسلم فحسب، بل هذه الفضيلة تختص بطلب العلم، بل هذه الفضيلة تمتد إلى كل علم يكون لمسلم ولغيره فيه نفع في معيشته وحياته اليومية ما لم يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
إن العلوم الدنيوية ضرورة لتنمية معاش المسلمين، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أيها الحاضرون الكرام، إن حاجة الشعوب المسلمة إلى العلم الشرعي تمتد بضرورة إلى حاجتها لعلوم ومعارف أخرى كعلم الحاسب والطب وصناعة الأسلحة وغيرها، بل يجب أن تكون هذه العلوم محل عناية الإسلام واهتمامه في عصرنا الحاضر، لأنها لم تعد مجرد حاجة، بل أصبحت ضرورة في وقت تخلف فيه المسلمون عن غيرهم من الأمم. أضف إلى ذلك، كل علم نافع تحتاج إليه الأمة الإسلامية في حاضرها ومستقبلها للدفاع عن عقيدتها وشريعتها. ونحن نعلم علم اليقين أن سلف هذه الأمة اهتم بعلوم الشرعية وما يتفرع عنها، وفي الوقت نفسه يهتموا بعلوم ومعارف أخرى كعلم الطب والجراحة وعلم الرياضيات وعلوم الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها من العلوم التي كانت عليه دور كبير في بلوغ الحضارة الإسلامية مرحلة سيدها. أيها الحضور الكرام، بما قد شرحت في خطبتي آنفا، يجب علينا كالمسلمين أن نعرف بما نتعلم من العلوم والمعارف والفنون ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وقواعدها، يعتبر مأمورا به ومشجعا عليه وله أجر عند الله تعالى. بهذا قد وصلت إلى نهاية خطبتي، أطلب منكم العفو والعذر لزلات لساني وعثرات كلامي. أخيرا، شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الأستاذ علي المقسوم والأستاذ وهيب كهيئة التحكيم، أيها الحاضرون الأحباء، أحييكم بتحية عباد الله الصالحين، وأسلم تسليم أهل جنة النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب، وجعل لهم العواقب في هذه الدنيا ويوم المآب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحيم التواب الكريم الودود الوهاب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الذي أنزل عليه الحكمة وفصل الخطاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صفوة الصفوة ولب اللباب، وسلم تسليما. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحباء الكرام، وأسأل الله العليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضرتكم في هذا المكان المبارك وفي هذه المدينة الطيبة أن يجمعنا جميعا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباء الكرام، الصبر في طلب العلم، هذا هو موضوع لقائي مع حضرتكم في هذه الدقائق القليلة المباركة التي أسأل الله فيها أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله
وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحباء الكرام، إن طلب العلم من أشرف المطالب، فهو الذي يأخذ بيد صاحبه إلى جنة الأرض والسماوات والأرض. فهنيئا لمن أتى إلى هذه المدينة الطيبة، فهنيئا لمن أتى إلى هذه الجامعة المباركة. هنيئا لك يا طالب العلم، هنيئا لك. وأبشرك بقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الأحباء الكرام، يأتي سائل يسأل ويقول: يا شيخ، لقد من الله علي بالقبول فيه في الجامعة، ولكني أحس في قلبي بحنين إلى وطني، أحس في قلبي بحنين إلى أهلي، أحس في قلبي بشوق إلى أبي أو إلى أمي أو إلى جدي أو إلى جدتي، ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ أجيبك قائلا: أيها الحبيب، تذكر، تذكر حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهي أحب البلاد إليه. تذكر سيدنا موسى عليه السلام حينما خرج إلى حدر ليتعلم منه. تذكر خروج الإمام أحمد، فقد خرج في أكثر من 30 إقليما يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيا طالب العلم، يا طالب القرآن الكريم، أوصيك ونفسي أولا: إذا حسست في نفسك بضيق فعليك بالقرآن أولا، فإنه فيه شفاء الصدور والقلوب، فعليك بقيام الليل، وعليك بالاستغفار. يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم مفرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم أيها الحبيب، ألا يكفيك شرفا؟ ألا يكفيك فخرا؟ إنك أتيت من مدينتك لكي تحمل الدعوة إليها، لكي ترشد الناس، لكي تعلم الناس، لكي تنصح الناس، فهنيئا لك. ثم هنيئا لك، فأنت يا طالب علم، وأنت يا طالب علم، أنت في رحمة الله، أنت في معزة الله، أنت في كرف الله، أنت مع الله عز وجل، فلا تكتب، فلا تحزن، لأنه وحدك. ومن هذه الخطبة نستطيع أن نستنبط أن الطلب علم من أشرف المطالب، فينبغي على المتعلمين أن يصبروا في عملية تعليمهم. وبعد أن نستنبط هذه الخطبة، عسى أن نصبر في عملية تعليمنا، وإذا حسسنا بالحسن فنعمل عملا صالحا على قربة الله. عسى الله تعالى جميعا من الذين أوتوا العلم والصابرين والحافظين والمقبولين. أطلب منكم العفو والعذر من زلات لساني وأخطاء كلامي. أقول قولي هذا، شكرا على حسن اهتمامكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة، تحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم وسيلة لنيل سعادة الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. فأما بعد، فلله الأمر من قبل ومن بعد. من أين أبدأ؟ كيف أبدأ؟ أين أبدأ والمحامد كلها لك يا مهيمن يا مصور يا صمد يا عظيم الفضل يا نعم السداد؟ من أين أبدأ؟ وهو الذي مدح نفسه قبل أن يحمده المادحون، وصف نفسه قبل أن يصفه الواصفون، وأثنى على نفسه
قبل أن يسري عليه المسنون. المكرم أيها الأساتذة وأيها الزملاء الأحباء، في هذه المناسبة السعيدة اسمحوا لي أن أقدم لكم خطبة قصيرة تحت الموضوع أهميات العلم في الإسلام. أيها الإخوة، قبل أن نبحث عن موقع العلم في الإسلام ينبغي لنا أن نبحث عن الإيمان. وقد كتب في الإحياء العلوم الدين الجزء الأول صفحة 115 من قواعد العقائد بينهما من الإيمان والإسلام، فقيل أي أعمال أفضل؟ فقال الإسلام. أي إسلام أفضل؟ فقال الإيمان، لأن الإيمان عمل من الأعمال وهو أفضلها. فالإسلام هو تسليم إما بالقلب وإما بالجوارح وإما باللسان، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، وقد فهمنا أن العلم وشريعة الإسلام كالجسد والروح، العلم روحه والإسلام جسده. إذا كان إسلام شخص بلا علم، أي لا يعمل ما في القرآن والحديث، فإن إسلامه مجرد دليل متدينهم بعيدا عن الكمال. وهم إذا كان إسلام شخص بلا علم، أي لا يعمل ما في القرآن والحديث، فإن حياته حياة من له روح بلا جسد. وإسلامنا يحتاج إلى العلم، لأن الله لا يقبل عبادة أرض إلا بعلم، كما قال النبي: اطلعت ليلة المعراج على النار فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قالوا: يا رسول الله، من المال؟ قال: لا، بل من العلم. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، ونحن كأجيال الأمة الإسلامية أن نتبع شريعة الله ورسوله. وانظروا إلى شعبنا وقومنا الآن، إن كثيرا منهم يدعون أن إسلام دينهم، ولكن إسلامهم مجرد دليل متدينهم، وهم يهملون العلم والعمل ولا يتبعوا شريعة الله ورسوله. لماذا حدث ذلك؟ لأن أجيال الأمة الإسلامية لا نتبع شريعة الله ورسوله. والثاني، لماذا؟ لأن أجيال الأمة هم كثرة جدالهم ومناقشتهم في الأمور التي لا فائدة فيها، وخاصة لتقدم الإسلام، كما قال الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والثالث، هم لا يصبرون وما زالوا عن عجل، ويريدون كل شيء بلحظة ولا تعب، كما قال الله تعالى: إنه كان عجولا. والرابع، وهم يظلمون أنفسهم باتباع شهواتهم وأهواء بطونهم، كما قال الله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، ونحن كأجيال الأمة أن نبتعد عن تلك الصفات المفسدة كما ذكرت في القرآن وأحاديث النبوية، مستندين بالقرآن وأحاديث النبوية، لنكون أجيالا منافعا للمستقبل. أيها الإخوة، كما قال النبي: تركت فيكم أمرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. واعلموا أن باستمساك القرآن والحديث وقد نلنا حب الله وحب رسوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني معي في الجنة. هيا ندع الله تعالى، عسى الله أن يجعلنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعلنا من العالمين العاملين، اللهم ارزقنا استقامة والسداد في الأمر الدنيا والدين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وتوفنا وأنت راض عنا أجمعين. نكتفي، شكرا كثيرا، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.